طبعا يعني رمضان قرب وكلنا بنبقى مهتمين جدا بأزيائنا في رمضان. يعني أنا بعتقد إن رمضان جنب الصلاة والصوم ناس كتيرة جدا بتبقى حابة فكرة هلبس ايه لما هروح افطر عند حماتي، هلبس ايه لما انزل اتسحر مع اصحابي. وبيبقى النجم في الموضوع ده هي العبايات، كل ما العباية كانت مميزة كل ما احنا بنحس ان احنا مميزين. فبسعدنا النهاردة يكون معانا وفاشن ديزاينر رضوى سامي. ورضوى واضح ان هي فيري تالنتد في الموضوع ده، وفي موضوع كديزاينر عبايات ولبس عموما هي متميزه جدا وواخده براءه اختراعات في حاجات كتير. خلينا نتعرف عليها ونسلم عليها. اهلا وسهلا بيكي يا رضوى، نورتينا. مفيدة، ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ انا تمام الحمد لله. ازيك يا رضوى؟ اهلا يا روحي، ميرسي يا حبيبتي. تحيه ليكي. انا مبسوطه قوي اني معاكي بجد حبيبتي. ربنا يخليكي. جاب تحيه ليكي ولكل المشاهدين. وبعدين انا مستوقفني براءه اختراع. يعني ايه براءه اختراع في مجال فاشن؟ انا لما دخلت اصلا مجال الفاشن ما كانش دماغي خالص ان هدخل المجال دوت. انا لما قعدت فتره في دبي بدات اهتم بقى بالفاشن والازياء ودرست، فلقيت موضوع دراسه الفاشن صعب على ناس كتير قوي وبيحتاج ستيبس كتيره جدا. ايه صعوبته؟ يعني ايه الخطوات اللي بتخليها صعبه؟ عشان تبقي فاشن ديزاينر صح لازم تاخدي رسم ازياء، ولازم تاخدي باترا، ولازم تاخدي ماليكان، لازم تدوسي في حاجات كتير قوي قوي قوي. فالموضوع بيبقى مجهد قوي. يعني ممكن واحده اصلا عندها تالنت وبتعرف تلبس وبتعرف تنسق الوان وبتعرف تعمل حاجات كتير، فتلاقي الموضوع معقد كده بمجرد انها تقرر انها تدرس فترجع ورا خطوه. انا بقى وانا بدرس فكرت، قلت طيب اصعب حاجه بتحصل في الكورس ايه؟ هي موضوع رسم الازياء وموضوع الماليكان والباترون. دي بقى انا فكرت ان انا اعمل فكره توفر على اللي بتتعلم كل ده. عملتي ايه؟ انا شايفه ان انت جايبه معاكي. عملت 4 تولز. تمام، اي حد هيقدر ان هو يبقى معاهم الاربعه تولز دول هيقدروا يرسموا الماليكان بمنتهى البساطه. والاربعه تولز دول موجودين عندك انت؟ طبعا. يعني باسمي، مسجل باسمي. يعني احنا دلوقتي لو اي حد فينا ما عندوش خالص اي مهاره خالص، ايوه لا انا مثلا احب ان انا افصل كويس، فانا اقدر ابقى متمكنه وشاطره لو انا اخدت دول. مش تفصلي، تصممي. ايوه اصمم، ترسميها وحد تاني يفصلها لك. ايوه اللي هينفذها حد تاني. بس انا بتكلم ستيب الخياطه والتفصيل دي حاجه تانيه خالص بعيده عن دي. اكيد دي اهم مرحله، دي اهم مرحله طبعا. التفكير طبعا، التفكير انك تطلعي ديزاين على الورق. طب احكي لنا على حاجه بتعمل. يعني مثلا اول حاجه مفروض اللي بيتعلم يتعلمها الماليكان. انا رسمت له الماليكان، عملت له الماليكان بابعاده الصح. خليها قدام الكاميرا بتاعتك اللي منوره احمر كده عشان الناس كلها تشوف، واشرحي عليها بقى. بابعاد الماليكان الصح، بالارقام، بكل حاجه، بمجرد ان هو هيحط القلم هيطلع الماليكان بكل وقفاته. اوكي. وهو واقف وهو معوج شويه وهو فارد ايد وهو تاني ايد، كل حاجه من هنا. اوكي. اوكي خلاص، هي خلاص انا حطيت ده على الورق. خلاص طلعت الماليكان بالوقفه اللي هي عايزاه يقف بيها. اوكي، هتبدا بقى تستخدم التولز التانيه. ايه هي بقى؟ اوكي، حطي بقى دي دي المفروض عليها بالظبط، بتتحط على دي، بتطلع لك كل الحركات اللي في الماليكان. بمعنى بتطلع قرش شعر، الصدر، الجسم، عايزه الجسم رفيع، عايزه الجسم تخين، عايزه كده. يعني ايه ده؟ يعني كانه تقسيم لكل بالظبط. انت فاهمه قصدي؟ بكل بقى، يعني انت حتى لو لاحظتي هتلاقي صدر، صدر، كيرفات، وسط القلب. ده ايه بقى؟ منطقه برضو من مناطق الصدر، قصه. قصه دريس. أوكي. يعني فاهمه قصدي؟ هنا الصدر الطبيعي العادي بتاع الماليكان بتاعك. والنقط؟ والنقط دي بتقدري تحطيها على اي جزء في الماليكان وتطلعي منه كديكوريشن او كخطوط عرضيه او خطوط طوليه او كده. كل ده طبعا بيبقى مشروح في الكتالوج اصلا بتاعت التولز، يعني وبيبقى معاه السي دي طبعا. كل ده بيجي عند صفحتك اللي هتنزل دلوقتي او تليفون. طبعا ما يقدروا يجيبوا بالظبط، او الويب سايت بتاعتي. الويب سايت ده بس. والله برافو عليك ان انت فكرتي في فكره بالظبط دي. مثلا اخده الاكسسوارز بتاع الموديل، الشابو، الشعر، الشوزه، البوت. يعني انا بحط لهم الحاجات الاساسيه على الموديل اللي هم عايزين يطلعوه، وهي تقدر تعمله بمنتهى البساطه من غير ما تتعلم الرسم. خلينا نتكلم على تصميماتك انت. ايه اللي ما يميز تصميماتك؟ بصي انا دايما بشتغل، او ايه الاختلاف؟ انا ما بحبش الحاجه المتداوله او الحاجه المنتشره، لا ماتيريال ولا ديزاين. يعني انا انت اللي عامله انا عامله الاوتفيت دي. يعني دي جديده لرمضان اللي جاي. من كوليكشن رمضان باذن الله. ايه المختلف اللي انت شايفه؟ وانت اللي عامله الاكسسوار؟
طب انا حد عامله لي بس انا اللي مصممه، انت اللي مصممه بس هو خرز وشغل. لكن طبعا بيبقى في جزئيه خاصه بالهاند ميد وكده، فنانين تانيين خالص هم اللي بيعملوا الشغل ده. انت فاهمه قصدي؟ فكره الديزاين والماتيريال ازاي انت توظفيهم وترسميهم وتطلعي موديل، اي ديتيلز بعد كده بيبقى اكيد في تيم ورك بيساعدك في ده. اوكي. طيب خلينا نشوف الصور بتاع كوليكشن رمضان ده ونشوف وتشرحي لنا الصور. يلا ده ايه؟ ده اخر كوليكشن. ده اخر كوليكشن من مجموعه رمضان، هي لسه بتنزل حتى عندي على البيج والويب سايت دلوقتي. هو ده حلو لان هو يعني مختلف، انه عامل تكسير. ايوه انا اللي بلبسه صور. ده ايه؟ دي عبايه. كل دي الكوليكشن ده كله عباره عن ده اللي انت لابساه صح؟ الصوره دي لا مش هو ده. دي حاجه تانية خالص. ده حاجه ده كلها سيرمه وفستان اسود من تحت والايدين فلافي كده. ايوه ده لو انا شايفه صح. العذراء بقى ديتيلز. هي نفس اللي كانت لابساها بس من الوش بس الصوره تانية. بتبين الديتيلز اكتر. ده فستان ولا بنطلون ده؟ اوكي تشيك. ده ايه؟ دي دريس. هما بس جايبين الجزء اللي فوق من الدريس. بس هو دريس ينفع يتلبس زي عبايه في رمضان. لان هو طويل بالظبط. بيبقى طويل مناسب للمحجبه. سواء بقى بتختلف بقى من بالليل او المحتشمه يعني. بالظبط بتبقى محتشمه. ده اللي انت لابساها؟ دي لا، دي حاجه ثانيه. بس شايفاها من بعيد، انا اسفه. كان لازم يبقى في موديل بس احنا يعني كان هيبقى احسن لنا، بس انا مش شايفه. الصور بعدها ده حلو كمان ده. طب هل في الوان موضه بتطلع ترندي كل رمضان؟ العبايات ليها موضه برضو زيها زي اللبس العادي؟ الالوان بقى لها 3 سنين الالوان المفرقعه موضه جدا. موضه جدا وبقت في العبايات. بس انت مش عاملاها فانت عاملاها ما بحبش يعني انا ماليش في يعني انا بحب ما بحبش الالوان المفرقعه، بعمله اكتر في السبورتيف في العادي، ما بعملوش في العبايه. انا بحب ان العبايه تبقى عبايه. وماله لما تبقى الالوان كده فيها حيويه كده؟ وماله مش عارفه. ما اعرفش انا شكل العبايه يعني. انا مثلا دي عبايه دريس اهي، ده مدخله فيها الجرين مع البلاك مع الاصفر. دي حلوه. دي الوان حلوه طبعا. انا شايفه من هنا طبعا. احنا كان لازم يبقى في موديل عشان نعرف نبص، عشان احنا بنحب نبص من بعيد قوي عننا. لو في صور تانية لجمهورنا بقى هو اللي يقول. طب هل العبايه ده اي جسم يقدر يلبس العبايه ولا العبايه دي عايزه مواصفات خاصه؟ خالص اي جسم يقدر يلبس العبايه بالذات. طب وهل العبايه بتليق على اي جسم؟ يعني انا من الناس اللي العبايه ما هي فكره ان انت تختاري العبايه بقى اللي تليق مع جسمك. ازاي بقى؟ يعني اصلا الديزاينز بتاعت العبايه الايام دي اختلفت عن الديزاين التقليدي. ده بقى في عبايات بوست، وبقى في عبايات مكسمه، وبقى في عبايات خليجي اللي هي نازله واسعه جدا. بقى في عبايات تقدري تبيني وسطك بالحزام، تقدري ما تبينيش وسطك لو انت ما عندكيش وسط. وفي عبايات بشغل كتير، وفي عبايات في ناس بيحبوا الهندي والمطرز والجو ده، في ناس الموضه ده خالص. انت فاهمه؟ ودلوقتي في عبايه بتقدري بفستان ده؟ لا ده دريس مش عبايه. اللي فات ده دريس. طب يعني فكره ان انت تتميزي وتتميزي في دبي، حيث هم يعني الخليج يعني العبايات الذوق عندهم مختلف وكتير ومتنوع في القصه دي، فانت ازاي قدرتي تعملي ده وحضرتك اصلا مفتشه اثار، بتسيبي الاثار وتروحي للشغف بتاعك وتنافسي في دبي؟ لا انا ما سبتش الاثار، رسال مفتشه اثار زي ما انا ومأمورة ضبط قضائي كمان. ربنا يستر. بس انا علشان كنت في فتره من الفترات كنت في دبي، يعني انا كان زوجي في دبي شغال في دبي، اوكي، ابو اولادي، فانا كنت معاه الفتره دي، فانا ما اعرفش اقعد. يعني فكره ان انا اخدت اجازه من شغلي عشان اكون معاك فانا اقعد، دي لا ما اعرفش اعمل كده. فقررت ان انا انزل اتفرج على الماتيريال والاقمشه والسوق واشوف الدنيا عامله ازاي. الماتيريال لفتت انتباهي بطريقه مجنونه هناك. كل ما تتخيليه من انواع الماتيريال والالوان والتصميمات فظيعه، فبقيت اشتري واجرب مع نفسي. انت اصلا كنت بتعرفي لان انت عملتي ورقه اختراع في فكره انك تعملي تصميم، فده معناه ان انت تعبتي عقبال ما اتعلمتي فقررتي. بقى لي 9 سنين بس انا ما اتعلمتش غير لما فكرت بدات. اوكي. يعني انا اتعاملت هناك مع هنود وباكستانيين، وكنت بجيب ماتيريال واقول لهم انا عايزه اعمل كذا، فبدات اصور، صحابي يشوفوني يسالوني، والخلاجة اكتر كمان، ايه ده انت جايبه دي منين؟ فبدات اهتم، فدرست بقى ستايلينج ودرست فاشن ودرست. بما انك درستي ستايلينج، القصير يلبس عبايه شكلها ايه والطويل يلبس عبايه شكلها؟ القصير اللي زي المفيده والطويل اللي زي قصيره قوي. قصيره لا، ما هو القصير اللي زيي.
عشان ما نحرقش عشان ما يتخنقش بعد ما انت تروحي. فبالتالي القصير اللي زيه والطويل اللي زي سوسو. الطويل اللي زي سوسو يلبس ما يلبسش عباية طويلة. لازم العباية تبقى مبينة الكاحل. شفتي شو قلت لك؟ اوكي لا مفيش عباية تبان الكاحل. عباية بقيمتها كده تظبطيها بقى تأثر اكتر. دي حبين جمال طولك وجسمك. لا بس بالعكس ده الطول ده ما بيبينش طول. لا خدي مني بقى اسمعي بقى التكاتك. ناخد مني نجرب. تبقى العبايه قصيره شويه عن المعتاد ويبقى الهيلز باين وتبقى العبايه تفاصيلها عرضيه مش طوليه. يعني ايه تفاصيلها عرضيه؟ يعني لو فيها نقشات او فيها الوان او كده تبقى واخده العرض بالعرض. مش الطول. الطول هيديكي طول زياده. بالعرض مش بالطول. خاصه احنا عايزين طول زياده. القصيرين اللي زي المفروض يلبسوا العكس بقى. ايوه العكس بقى تماما. انا قصيره فانا البس حاجه طويله او تلبس بقى طويله ايوه بالظبط. وتلبس بيلت وتلبس حاجات تخطف العين. تخطف العين التفاصيل ان الناس تبص لها اكتر ما تركز هي طويله ولا قصيره. الطويل اصلا مش بيحتاج. هو طويل هو الواحد واخد. احنا بنعاني في الطويل. طب لو حد الجزء التحت اضخم من اللي فوق يداره يدار بتو كفرز يعني ما يلبسش عبايه واحده اللي هو زي اللي لو لبس عبايه واحده لازم العبايه تبقى مش نازله ستريت من عند الوسط وتفتح. لكن لو احسن له زي اللي احنا شفناها عندك اللي هي فستان وفوقيه زي اللي انت قلتي دي مغربي. دي فكره الدريس وفوقيه ده كل حاجه بيداري كل حاجه وبيبقى شكله تحفه. قصير طويل بقى تخين رفيع بيبقى حلو جدا. اهم حاجه انها تفهم جسمها. جاست انها تفهم جسمها وابعاد جسمها صح هتعرف تعمل كل حاجه. يعني انا افهم جسمي ازاي؟ يعني لو انا مثلا ده عريض ما هو لسه كنت هكلمك في مثلا ستات عندنا احنا هنا في مصر ستات كتير عندهم منطقه الاكتاف عريضه. فلقاها لابسه حاجه معرضه لي اكتر من العرض. ايه بقى اللي يعرض عشان لو حد عريض بقى العريض اي حاجه على الكتف تعرض لو هي عريضه. لو حاطه ريش كده ولابسه يعرضها اكتر. لو ستايل الكتف العريض الواقف دلوقتي اللي طالع موضه ده يعرضها اكتر. انت اصلا عبايتك جامعه فيها اكتر من ماتيريال. ايوه صح. يعني ارفعي ايدك كده. يعني بصي انت ده بتسميه ايه؟ ده دانتيل ولا ده دانتيل فرنساوي؟ ده دانتيل. والكم ده ليجن اسباني. الليجنج الاسباني انت عاملاه فستان من تحت في البيزك اللي تحت العبايه. البيزك اللي تحت العبايه فانت جامعه ده. وبقيته ده نوع من انواع التل السوهاج اللي بيتعمل بخيوط الفضه. يعني انت عامله الثلاثه اهو بالظبط. ثلاث انواع قماشه. ما انت بقى بتعملي ديزاينز يعني مش حاجه عاديه. فكره. طب شغلك في الاثار ما خلكيش تستلهمي حاجات فرعونيه كتير قوي؟ هتحسي ان في فراعنه كتير. كتير جدا طبعا. انا اصلا كان عندي شغف فظيع بموضوع الازياء المصريه القديمه والازياء اللاتينيه والحاجات دي وكنت بركز فيها قوي. صفحتك اهي معانا. صفحتك موجوده معانا لكل اصدقائنا. لا بس ده البروفايل دوت مش البيج. ده البروفايل الشخصي. اوبا هيجي لك فولورز. هيجي لها فولورز. انتوا نزلتوها مش انا. لو انا بتفرج عليكي دلوقتي وعندي موهبه او عندي شغف وعايزه اتعلم اعمل ايه؟ ابتدي منين؟ بصي اول حاجه مع نفسك كده من غير ما تروحي تسالي في مكان ولا تسالي ناس او كده الاطلاع. مش هنسال وراك. تبداي تطلعي بقى. تبداي تقري وتفتحي اليوتيوب وتشوفي نماذج الديزاينرز والفاشن في العالم والحاجات دي بقت سهله جدا وان هي قاعده في البيت تقدر تتفرج على كل ده. تبدا تجمع افكار. رضوى انت مثلا على صفحتك بتنزلي مثلا العبايه كامله بالاكسسوري؟ ايوه انا يعني ممكن تساعدي اللي يجي لك بالاكسسوري؟ انا عندي اللاين كامل بالاكسسوارز بالطرح ودلوقتي في لاين بيرفيوم جايبه لكم منه هدوه لكم بعد الحلقه ان شاء الله. عندي اللاين كامل بتاع المحجبه اللي هي تقدر. انا عندي ناس فعلا بره مصر بتقول لي انا عايزه البيس كلها زي ما هي. بالطرحة بالشوزة بالبروش بكل حاجة. أنا عاجبني الشوزة دي. الشوزة حاسة عاملة فاحيتة طاقت علينا. والطرحة لازم تبقى سادة صح؟ فعليها بالعباية. افرضي العباية مشجرة. لو العباية لا لو العباية مشجرة تبقى سادة. لو العباية سادة العبي زي ما أنت عايزة بقى. ألوان الصيف إيه؟ مشكلة في الأورنج. الله لفت انتباهي أول ما جه. على طول أورنج. الأورنج موضة جدا. الأخضر
فظاعة الأخضر وتركيبة الأخضر مع الأزرق طلع موضة بفظاعة وفي العالم كله على فكرة. كان لازم تجيب لنا صور بالحاجات دي. حاضر المرة الجاية ما احنا مع بعض كتير. وبعدين اللي يعمل ديزاين عبايات يبقى يدينا عبايات نطلع بقى في رمضان. يا سلام، ده أحلى عبايات تجي. مش يهدينا مش يهدينا بيرتون بتقولي هديكوا لا احنا مش عايزين يا ست هديكوا. احلى عبايات نشكرك يا رب. هلبسكوا عبايات. يا رب ربنا يخليكي. ربنا يخليكي. أنا اللي كنت مبسوطة قوي معاكم. حياتك حلوة. ونشكرك حبيبتي جدا. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل على المطبخ. المطبخ المره دي هنعلمكم تعملوا مخلل ازاي يا جماعه. يلا بينا.